الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله معلمنا ومؤدبنا وهادينا ومرشدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا نتعلم من رسول الله ونستقي منه الأخلاق والآداب والهيئات والكيفيات. يحكي لنا الصحابي المشهور بأبي محذوفة. أبو محذوفة هذا كان مؤذن الحرم المكي، وبقي الأذان في ذريته قرونا طويلة، ولا زال مؤذني الحرم في مكة من ذرية أبي محذورة. ما قصة أبو محذورة؟ يحكي أبو محذورة يقول: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين من الطائف وعاد إلى مكة المكرمة، يقول: فكنا فتيان 10 منا نستهزئ بالأذان، يعني كانوا صبيان شباب صغار، وكانوا لما كانوا يسمعون الصحابة يؤذنون للصلوات فكانوا يقلدونهم ويسخرون: الله أكبر الله أكبر، كما يفعل بعض الصبيان. فكان هؤلاء 10 الصبيان يستهزئون ويقلدون المؤذن، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هناك يسمع. الصحابة اغتاظوا، وكان بودهم أن يقوموا فيضربوا هؤلاء الصبيان حتى يؤدبوهم، كيف يستهزئون بالأذان وهو شعار الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أذنه عجيبة، كله جمال، كله ذوق، لا يرى إلا الجمال. فقال: إني سمعت منهم صوتا حسنا، صوت عذب. فقال: ائتوني بهم. جاءوا بال10 الصبيان هؤلاء الفتيان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أذنوا. فأذن الأول وأذن الثاني وأذن الثالث. قال أبو محذورة: فكنت عاشرهم. فلما أذن أبو محذورة قال: هذا ندي الصوت، تعالى. فقربه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فعلمني الأذان وعلمني الإقامة، ثم قال لي: اذهب فأذن لنا في الحرم. هذه قصة عجيبة جدا، نستفيد منها أمور. لو انتبهنا لهذه الأخلاقيات لصلح نصف مجتمعنا في تعاملهم مع بعضهم البعض. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعامل مع الفتيان والصبيان بظاهر أفعالهم، ثم أنه نظر إلى الوجه الجميل فيهم وهو الصوت الحسن، فنمى الجمال وغض طرفه عن ما غير ذلك من السوء، ثم أعطى لهذا الشاب الصغير ثقة كبيرة جدا. تخيلوا اليوم لما يؤذن شخص في الحرم يمر باختبارات وامتحانات والتزامات وأشياء كثيرة إلين أن يبلغ أن يكون مؤذن في الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لهذا الشاب ختم قبول في وظيفة من أعظم الوظائف في العالم الإسلامي، أن يكون مؤتمنا ومؤذنا لحرم الله في بلد الله الحرام، فقال له: اذهب. عينه مباشرة. هذه من الحكم العجيبة، أنه أعطى للشاب مسؤولية. الشاب لما يأخذ المسؤولية ويشعر بثقلها وبأمانتها يصلح، لا يكون هكذا همل عبث. هكذا من حكمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذهب أبو محذورة فلا زال يؤذن للمسلمين في حرم الله سبحانه وتعالى في علاه، وتسلسل ذلك من بركات توجه رسول الله وتعليم رسول الله. يقول أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه مسح على ناصيته. من العجيب، انظروا إلى الحب العجيب الغريب. هذا أبو محذورة يقول: فما حلقت ناصيتي بعد ذلك. يعني أبو محذورة ترك شعره يطول إلى آخر حياته. يقول لماذا؟ لأن الشعرات التي مستها يد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أقصها، تبقى في جسمي بركة مكان ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبقيت البركة في شعره، وبقيت البركة في قلبه، بقيت البركة في صوته، حتى أن سيدنا عمر يقول له بعد سنين: ارفق بنفسك وبصوتك سينقطع صوتك يا أبا محذورة. فقال: لا، إني يعني مترفق بنفسي وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. نرجو أن نتعلم هذا الخلق في تعاملنا
مع أبنائنا ومع أهلنا حتى تسري لنا بركات أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب بذكرها القلب يطيب بها عطات وعبر جاء بها خير البشر جاء